السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أهم ما جاء في طيات الصحافة المحلية لهذا اليوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 2019. على الله توكلنا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها: رئيس الوزراء يدعو إلى اليقظة في مواجهة وحفظ الأمن والاستقرار، مشروع لإنشاء مزرعة نموذجية لإنتاج الهامور بالتعاون مع الصين، المركزي يحذر من التعامل مع البنك المتحد للاستثمار غير المرخص. ومن على صدر صحيفة البلاد نقرأ: تسهيلات حكومية للقطاع المصرفي، سمو رئيس الوزراء فخورون بتبوئ الكفاءات الوطنية المناصب الرفيعة. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: العائلات البحرينية تواصل تجديد البيعة والولاء لجلالة الملك أيده الله. الهيئة عوامل عديدة تسببت في زيادة ارتفاع الفواتير، ولا تغيير في تعرفة الكهرباء للمواطن. أما صحيفة الوطن فقد أبرزت: حماقات تميم تثير استياء أسرة آل ثاني، الدوحة تسحب استثماراتها من تركيا، والجزيرة تهاجم أردوغان، ما طالبوا بتحقيق برلماني فرنسي في فضائح أوراق قطر، فهد آل ثاني المواطن القطري ليس من اهتمامات تميم وعصابته. واصلت عوائل مملكة البحرين في التأكيد على رفضها التام لمحاولات قطر لاستهداف أمن واستقرار المملكة من خلال بث الأكاذيب والافتراءات على مملكة البحرين، حيث جددت ولاءها التام لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. نشر الكاتب صلاح الجودر مقالا في صحيفة الأيام بعنوان: قناة الجزيرة وإفك مراسليها. إليكم تفاصيل هذا المقال. لا تزال أسباب إصرار النظام القطري على التدخل في شؤون البحرين غائبة، فالجميع في حيرة من أمره مع هذا النظام الذي ترك كل شيء لديه ليتفرغ لبث سمومه وأدوائه في المجتمع الذي عرف عنه بالتسامح والتعايش والطيبة والأخلاق. لا زلنا نتساءل عن ذلك الحقد الدفين والكراهية العمياء التي تتملك النظام القطري، حتى ذهب يبحث في دفاتره القديمة عن أي شهادة مزورة كوثائق حوار المزورة أو رواية مفبركة. رسالة لقناة الجزيرة، وهي أنه إذا استطاعت العبث بأمن مجموعة من الدول العربية فإن ذلك لا يعني أن الشعب البحريني أسهل وأبسط لقبول كذبك وافتراءاتك، فالشعب البحريني استطاع أن يفشل كل مخططات النظام الإيراني ويتصدى للمرتزقة الذين باعوا ضمائرهم. لذا نقولها للنظام القطري بأن أداتك الإعلامية قناة الجزيرة لن تحقق لك شيئاً، سوى أنها ستكشف الأحقاد الدفينة التي تحملونها في صدوركم، فنرجو أن تبحثوا لكم عن وسيلة ثانية يمكن أن يصدقها البسطاء من الناس. لا تزال أصداء كتاب أوراق قطر الذي كشف عن عمليات تمويل مشبوهة نفذها تنظيم الحمدين دعما للإرهاب مستمرة حتى الآن، وكان آخرها المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما تضمنه الكتاب، وتحت عنوان المؤسسات التمويلية المشبوهة لتنظيم الإخوان في فرنسا
قال موقع ميديا بارس الفرنسي إنه حان الوقت لأن تبدأ الحكومات في فتح تحقيق في هذه الصفقات المالية المشبوهة، مطالبا بإشراك كل المجتمع وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كل الأدلة الصادمة الخاصة بدعم التطرف. تقارير إعلامية تكشف معاناة القطريين من الأخوان وإيران على أراضيهم، حيث قال تقرير بثته قناة مباشر قطر إن وضعا مأساويا يزداد سوءا بتتابع الأيام في قطر مع وجود النظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد الذي اختار أن يسلم البلاد إلى تنظيم الإخوان الإرهابي منذ البداية، ومؤخرا ارتمى في أحضان إيران ليجعل أبناء قطر غرباء في وطنهم. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالاً للدكتور محمد مبارك بعنوان فبركات الجزيرة على روسيا الدولية، فإلى المقال. تحدثت يوم أمس إلى قناة روسيا اليوم الدولية الناطقة باللغة الإنجليزية، لقد أرادوا مني تعقيباً على البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة القطرية والذي استخدمت فيه الجزيرة قصصا متناثرة حاول توصيلها ببعضها عنوة من أجل اتهام البحرين بالاتصال بتنظيم القاعدة، حيث كانت القناة الروسية قد خصصت تقريرا يتناول الاتهامات والمزاعم التي ساقتها قناة الجزيرة حول البحرين. قلت باختصار أن تقرير قناة الجزيرة يدعو إلى السخرية، خصوصاً أنه استند إلى قصة مفبركة حاول توظيفها لاتهام البحرين في واقع الأمر. البحرين تعتبر رأس حربة في محاربة الإرهاب والتطرف، كما أنها جزء من التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش، في حين أن النظام القطري وقناة الجزيرة وباقي الأذرع الإعلامية التابعة لها كانوا ولا يزالون منصات للإرهاب. من المعروف أيضا أنهم على اتصال بالجماعات المتطرفة في مختلف أنحاء المنطقة. كما أشرت إلى أن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تمكنوا من إفشال المحاولات القطرية لتمكين الإرهاب من المنطقة، لذلك فإن مثل هذا التقرير الذي بثته قناة الجزيرة والقصص المفبركة التي وردت فيه هو سلوك متوقع من النظام القطري، وسيكون هناك المزيد بعد أن خسر تأثيره في المجتمع الدولي إثر تلاشي ورقة الإرهاب من بين يديه، والمؤكد أنه سوف لن يقنع أحدا بما ساقه بشأن البحرين، وسوف لن يغير من حقيقة أن النظام القطري هو من يدعم الجماعات المتطرفة في المنطقة. قطر تعاني من عزلة إقليمية نتيجة دعمها للإرهاب في المنطقة، حيث لا يزال الاقتصاد القطري يعاني على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا وأكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني ابن عم تميم بن حمد وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة أن هناك امتعاضا شديدا داخل أسرة آل ثاني القطرية الحاكمة الآن بسبب حماقات أمير قطر، موضحا أن هناك أدلة كثيرة على أن المواطن القطري ليس من اهتمامات تميم وعصابته، وبدوره تابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة أن هناك مواطنين قطريين تسحب جنسياتهم ويطردون من بلدهم ويسجنون، والبعض الآخر يحرم حتى من العلاج ويحرمون من حقوقهم الأساسية. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتب حذيفة إبراهيم بعنوان ما لدينا أعظم، إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال. أولاً، الفيلم لم يكن بأي شكل من الأشكال فيلماً وثائقياً، فلم يظهر أي وثائق مكتوبة كما هو الحال في جميع الأفلام من هذه الفئة. لم يراعى في لقطاته التسلسل الزمني،
واستعان بلقطات تم تحريرها بشكل يخدم سياق الفيلم بعيدا عن المهنية بأي شكل من الأشكال. والشخصيات التي ظهرت فيه تحدثت بشكل سردي وكأنها حكاية في مجالس، بعيدا كل البعد عن أساليب الفيلم الوثائقي. رد شعب البحريني فاجأ منفذ الفيلم، فتمسكه الشديد بقيادته جعل الفيلم ليس ذا جدوى، وكل ما خسرته القناة من أموال طائلة لم يجلب سوى أقل من 700,000 مشاهدة، وتخطته فيديوهات لهواة ليست حتى ذات جودة أو تم تصويرها بهاتف النقال. وإذا ما حللنا وقت إصدار الفيلم، فالهدف منه واضح كالشمس، وهو خدمة السياسة الإيرانية تحديدا، ومحاولة إبعاد ما تقوم به طهران من ممارسات عدائية في الخليج العربي والضغوط الدولية عليها، فتارة تضرب الجزيرة البحرين. وأخيرا، إذا اتبعنا أساليب الحروب الإعلامية التي تتبعها الجزيرة، فإن البحرين ودول الرباع المحارب للإرهاب لديها من الأدلة والوثائق التي تدين النظام القطري على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية. قال موقع قطري ليكس التابع للمعارضة القطرية إن أهالي مدينة الخورة القطرية فضحوا الادعاءات التي تروج لها حكومة تميم بن حمد أمير قطر، وتدعي من خلالها الانتهاء من تحضيرات البنية التحتية الخاصة بكأس العالم لعام 2022، مؤكدين أن مدينتهم تعاني إهمالا شديدا من قبل الحكومة في ظل غياب تام للخدمات وتوقف الكثير من المشروعات. وبقلم الكاتب حسين العوينات نقرأ مقالا في صحيفة الوطن بعنوان يا دوحة الشر شنشنة نعرفها من حاقد. إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال. البحرين بتاريخها التليد الضارب في الجذور، وحضارتها المزهرة بشعبها وثقافة أهلها، ورقي قادتها من حكام آل خليفة الكرام، تثير لدى أهل قطر عقدة النقص واحتقار الذات، فتذكرهم بتاريخهم المستحدث المصطنع، فيجول في خواطرهم تميز هذا الشعب وعنفوانه والتفافه حول قيادته واستقرار نظامه السياسي على غير حال دويلتهم المستزرعة. نعيب على من شارك في الحلقة من ذلك البرنامج الآثم العفن مع مذيع متحذلق مرتزق يضرب قلب الخليج بخبثه، بحرينيون يشاركون في برنامج كيدي يجتر الماضي حقدا على بلادهم وضد شعبهم وإخوانهم. هذه خيانة عظمى لا يقبل بها إلا من هانت عليه نفسه وارتضى الذل والهوان. أتفرحون قلب الشامتين على بلادكم؟ هل تعتقدون بينكم وبين أنفسكم للحظة أن نظام الأشرار في قطر يحب الخير للبحرين وشعبها؟ أهي غيرتهم تحركهم على وطننا؟ هل الهدف من البرنامج كان لبيان الحقيقة الغائبة كما يدعون، أم لزرع الفتنة ونشر الفوضى والخراب في هذه البلاد كما يخططون دائما مع تضخم الهالة الإعلامية لدولتهم قبل 10 أعوام؟ من يعتقد أن نظام العصابة في قطر يستهدف نظامنا السياسي في الوطن العزيز فهو واهم، ومن يرى في حملاتهم هجوما على قادتنا ورموزنا فقط وهو يرى الأمور بقشورها لم يعرف حقيقة الشر الكامن لدى هؤلاء الجفاة القساة، إن هدفهم هو النيل من وحدة الوطن وعزته واستهداف كل ما هو بحريني.
لا يمل حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق من المشاركة في ملفات الفساد التي تخطت سماء الدويلة الخليجية إلى بعض الدول الأخرى، منها أسيوية وأوروبية، ومن بينها أيضا ما يتصل بمنظمات كبرى، حيث اعتقلت السلطات الباكستانية شهيد خاقان عباسي رئيس الوزراء السابق على خلفية قضايا فساد دولية متعلقة برئيس وزراء قطر السابق. هذا ونشرت صحيفة الوطن في صفحتها الأولى صورة بعنوان احذر قطر دولة مارقة. هذا ونشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغصر بعنوان نحو أسس وطنية راسخة، إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال. إن الوقفة الوطنية الواحدة للشعب البحريني قيادة وشعبا تمثل سلاحا قويا ضد الحملات الإعلامية المحرضة، سلاحا يشهر في وجه من يبغي الفتنة للبحرين والتفريق بين شعبها، وحصنا حاميا ضد كل أشكال الفوضى ودعاتها. وقفة ستفعل كما فعلت سابقا بإفشال التدخلات الغابرة التي لم تجد من يستجيب لها. ما يكتب ضد البحرين وقيادتها وشعبها بعيد عن الحقيقة وذو رؤية مشبوهة وضعيفة ولا ينتمي إلى عالم الصدق والحقيقة، وما يقال وما يعلن خارجا سيجعلنا أقوى ولن يزحزح صفنا الوطني، وستذوب حروفهم وتهرش أقوالهم، سنظل أقوياء بوحدتنا وتعاضدنا وتفاهمنا وثقافة التسامح وما نحمله من قيم التعايش مع الآخر. هذا هو عنوان البحرين وشعبها ماضيا وحاضرا ومستقبلا وما تقوم عليه من أسس وطنية راسخة. إنما يبديه شعب البحرين اليوم تجاه بلاده واجب وطني وقومي وديني، ورد لبعض ما قدمته البحرين لأهلها من مجمل سبل الحياة، فعلى أرضها ترعرعنا، ومن مائها ارتوينا، ومن هوائها تنفسنا، ومن خيراتها نبتنا، فحري بنا ونحن أهل البحرين أن نبتعد عن التجاذب السلبي الداخلي علينا في ظل هذه التحديات والتدخلات، أن نكون سدا منيعا لصدها وخطا أحمر لمنعها وجسدا واحدا للدفاع عن بحريننا. وبهذا المقال مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.